مرحبا، أنا خالد، انولدت وكبرت في غزة. زوجتي ليندا، عدي، رشا، محمد، سما وأمي. برشلونة. ليش؟ خلاص عشان في لعيبة كتير. هان الأصحاب بيتجمعوا في هذه المزرعة البعيدة عن المدينة وبعيدة عن الضجيج. طبعا احنا جيلنا بسموه الجيل المنحوس، دخلنا في 2006، كانت بداية الأزمة في غزة. كل الطموحات اللي كانت عند الشباب ما تحققش منها ولا إشي. المشهد اللي أمامنا مشهد معروف لكل شخص في غزة، ليل والكهرباء مقطوعة، وعندي جهاز معروف باسم UPS يطلع كهرباء، تستطيع من خلاله تشغيل جهاز كهربائي آخر زي التلفزيون. مشان هيك رشا وسما مجبرين كل العيلة انهم يقعدوا في غرفة المعيشة لمشاهدة المسلسل التركي اللي بيتابعوه. ايش بتسوي؟ بتفرج على اليوتيوب على شخص من غزة مخترع مواد بشغل فيها المولد الكهربائي بدون ما يحتاج للبنزين. وريني المشكلة اللي احنا بنواجهها، وانقطاع البنزين وغاز الطهي والكهرباء. هذا جهاز اكزيرو ووتر فولت يقوم باستخدام مواد كيميائية منتجة لغاز الهيدروجين، وايضا يقوم بتحليل كهربائي للماء لانتاج غاز الهيدروجين. وهناك طريقة اخرى في طور البناء هي استخدام الطاقة الشمسية لانتاج غاز الهيدروجين. بعد ما شفت مقطع الفيديو قررت اني اخصص حلقة اليوم للاشخاص اللي اخترعوا اشياء للتغلب على الوضع في قطاع غزة. سمعت انه تم افتتاح معرض باسم اكسبوتيك. هذا المعرض بالعادة بيشترك فيه العديد من الشركات الفلسطينية اللي بتشتغل في مجال التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ قطع أثاث متعددة الاستخدام، بنستهدف البيوت الضيقة، المساحات الصغيرة. كيف نقدر نحل للناس يعني طريقة توزيع عفشهم بطريقة ذكية؟ هاي مثلا عبارة عن مكتبة وبتصير مطبخ. هذه عجبت الناس كثير وكثير صار في طلب عليها. عبارة عن مراية بتتحول لطاولة كوي ومكتب. هذه عبارة عن كنبة وفيها مكان لتخزين الكتب، وفيها كمان مكان للتخزين من وراء. كمان المعرض خلاني أتذكر إني شفت قبل هيك تقرير بالتلفزيون عن شاب اسمه منذر القصاص، شاب من سكان مدينة غزة، خريج جامعة، نجح في اختراع سيارة تعمل على الطاقة الكهربائية. أنا عملي الأساسي هو سائق تاكسي أجرة، فكان بسبب الإغلاق والحصار أنه أدى إلى انقطاع المحروقات عن قطاع غزة لفترة طويلة، وجد فترة أنه صيدلة واقفة أمام البيت، فاضطريت أنا فعلا أنه لازم أحقق اكتفاء ذاتي إلي بنفسي في وسيلة مواصلات بديلة. وهذا دائما يعني المحنة اللي احنا صارت فينا هي أعطتني منحة قوية أنه أنا أعتمد على نفسي. دراستي في الجامعة هو علوم سياسية، لكن موهبتي كانت غير اتجاه تعليمي اللي هي موهبة الابتكار، فأكثر شيء تخصصت فيها في تصنيع وتطوير الأدوات الطبية المساعدة. كيف دبعت الفكرة هذه عندك وإيش المواد اللي استخدمتها؟ أنا كل الأدوات اللي أنا بقوم بتصنيعها هي طبعاً كلها بناء على حاجة، مش أصحاب الفكرة هم نفسهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني هو بيقرر إيش الفكرة بده إياها أنا بعمله إياها. يعني شخص طلب مني قال لي نفسي أتحكم بالتلفزيون، فطورت له الجهاز. بستخدم يعني بوفر الشغلات الموجودة في بطورش أنا شغلات إلكترونية من السفر. أنا إيش المتوفر عندي بعمل. ممكن الكل بقول لك إنه هذه شغلات بدائية، أنا عندي الغاية تبرر الوسيلة. أنا بدقع الشخص شغل الكامل على الكمبيوتر، أكثر من $100 بفكرش بأي جهاز. يعني زي هذا لما بكلفش مثلا 100 شيكل، يعني إنجاز، يعني تغير حياة إنسان ب100 شيكل، خليه يتحكم بالكمبيوتر براسه، هذا إنجاز. طورت له أول كرسي كهربائي بعمل بالدقن، كان 24 ساعة نايم، اليوم لا بتحكم لنفسه بالكرسي الكهربائي بالدقن. عملت له جهاز بناء على حاجته هو،
انه عنده تيبس بيتحكم من خلال الراس من خلال الجهاز هذا، لو حرك راسه يمين بقلب صفه. فاليوم هو بيتحكم بالتلفزيون من خلال الكره هذه. التفكير بشخص مثل منذر اللي نشأ وكبر في بيئة وحياة صعبة أوجد عندي نوع من الإلهام والأمل، لأن الأشخاص اللي مثل منذر واللي نجحوا في تحسين أوضاع وحياة الناس اللي حواليهم، هؤلاء أشخاص بيعطونا قوة للصمود والحياة في قطاع غزة.